انت عارفه الكتاب اللي انت النهارده كلمتيني عنه الصبح بتاع دكتور محمد طه علاقات خطره؟ فكرني بكتاب حلو جدا بحبه، لازم تقريه الكتاب ده على فكره، موجز تاريخ الجنون، روي بورتر، موجز تاريخ الجنون. اه الكتاب ده شوف صغير قد ايه، بس بيحكي حاجه بقى جامده جدا. هو الجنون ده لما البني ادم بدا يفكر فيه، كلمه مجنون بدا ازاي، تاريخه عامل ازاي. اولا لازم تعرفي انه كلمه جنون جايه من اللفظ جيم ونون، بصي جن جنة جنينة، أوكي؟ الحاجات دي كل حاجات مش متشافة، خدي بالك في فرق ما بين بستان وجنينة. جنينة دي يعني فيها أسوار ما بنعرفش نشوفها، جنينة البيت مقفولة. الجن مش متشاف، الجنون جوه الدماغ مش متشاف. فموجز تاريخ الجنون بيحكي فيه روي بوتر ازاي النهاردة ان احنا كبني أدمين بدأنا نستوعب الجنون متأخر قوي. الطب عامة تاريخه واضح، لان من ايام ابن سينا وابقراط وكل الناس القدام دول، ابن النفيس والدوره الدمويه الصغرى وكل ده واضح ليه، لان احنا جبنا جثه شرح طلع يا باشا الكبده الطحال الكرشه السجق الحاجات دي كلها، وبعدين بدانا نفهم ده بيعمل ايه، وبعدين الحاجات باينه جدا. ايفن دلوقتي لما بتروح الدكتور في المستشفى، فبينتي مثلا في مثلا حاسه بوجع في بطنك، فيقول لك خش اعمل اشعه، بيبص على الاشعه بيقول لك الحته دي فيها مشكله، فبنقوم مديني الدواء الفلاني، بعدين بتعمل اشعه تاني فبنشوفها تمام. لكن لو حد مجنون هنعمل أشعة هنشوف إيه؟ ولا حاجة خالص. ولما يكون واحد عنده اكتئاب عملنا له أشعة، وبعدين مش باين الاكتئاب في الأشعة ولا الأنكزايتي بتبان في الأشعة. تفرق الحاجة لذيذة قوي، تعرف من أول ما في مشكلة إن إحنا مش عارفين حتى نعرف إيه اللي جوه المخ، لأن أول ما الإنسان بيموت المخ بيموت معاه، مفيش طريقة إن إحنا نشرح بيها المخ. طبعاً أينشتاين لما مات خدوا مخه وحطوه برطمان وهاتي ابحاثه بتاعه، ما عرفوش هو بيفكر ازاي اصلا. فكره التفكير نفسه لغايه النهارده ما حدش قادر يفهم هو بينبع منين جاي منين. والذاكره كمان، يعني في الهيبوكامبس اللي هي منطقه في المخ معينه بتحتفظ بالذاكره، هم لغايه دلوقتي مش قادرين يفهموا هي بتحتفظ بيها فين، مش قادرين يمسكوها. حتى ايفن فكره الروح لغايه النهارده ما حدش قادر يمسك الروح بالظبط في الجسم فين. وفي نظريه بتقول ان هو لما حط واحد ميت على ميزان بيموت راجل كبير، وبداوا يسبوه، واول ما مات على طول وزنه نزل 21 جرام. ففي فيلم اسمه 21 جرام بيتكلم على فكرة ان الروح وزنها 21 جرام. كان في تجربة بتقول يلا نوزن الروح من البني آدم لما بتطير بتخرج ازاي. ايا كان الكتاب ده بيحكي ازاي قدر البني آدم يفهم العلم المتأخر ده، لانه ده بدأ في 1800 بدأت الناس تحاول تستوعب يعني ايه طب نفسي، عشان كده هو متأخر شوية عن الطب العادي. مش معنى ان هو متأخر انه بسيط او ضعيف، ولكن هو الناس ما بتصدقوش لغاية النهاردة. في ناس كتير لما بتشوف ابنها او بنتها عندهم مشكلة يتكسف يوديه المستشفى، يتكسف يوديه لدكتور نفساني ويقولك ده بقى هتبقى لطة وهيتجوز ازاي، لا ما نقولش، لا روح صلي، يحكي اسرارنا لبرا، يحكي اسرارنا لحد تاني ممكن يعمل مشكلة، خلينا نحطه في البيت، خلينا نخليه يصلي يمكن ربنا يكرمه. مش داريين ان في مرض عقلي موجود، وفي فرق كبير ما بين المرض العقلي والمرض النفسي. المرض النفسي ده ممكن عن طريق بعض الوعي الانسان يتغير من جوه، لكن المرض العقلي بشكل كبير جدا محتاج دواء مزمن عشان يقدر يخلي البني ادم دايما متزن. هنا بيحكي ان في 1700 1600 1500 حصل ايه؟ حصل مثلا ان هم قالوا انه في بني ادم في العصر الاسباني مثلا ده ممكن يبقى ساحر او ساحره، اتعمل محاكمه للساحرات. يعني ايه ساحرات؟ يعني اي حد يشكوا فيه انه عنده مرض عقلي بيقولوا ده الساحر بيحاول يدمر مجتمع. تخيلي كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ ياخدوا الساحره دي ومرمينها في البحر، يكبلوها بالاغلال، يحطوا حديد في ايديها ويرموها في البحر، يقول لك لو قبت من على الميه لوحدها تبقى ساحره. يا سلام، واي حد هيقب؟ ولو قبت هنعمل ايه؟ هنعدمها. ما هي اصلا ميه. ولو غرقت تبقى غلبانه لما كانت مظلومه. وادينا عرفنا انها مش ساحره، يعني هي ميته ميته كده كده. موتوا اعداد غير طبيعيه من الصحراء مثلا يعني. بعد كده بداوا يعملوا المارستان اللي هو بيتسمى ويقول لك ده مورستان خالص. هو مورستان دي الكلمه القديمه لكلمه مستشفى الامراض العقليه، المارستان، اوكي؟ عملوا المارستان ده وبداوا يعملوا ايه بقى؟ يقول لك في غالبا بسبب ان انت بتتكلم كلام غريب وبتسمع اصوات غريبه يبقى جواك جن، عفريت عايش جواك. طب تفتكر بيطلعوه ازاي؟ اكزرسيزم؟ ما بيعملوش طبعا جلسات تحضير ارواح، احنا دكاتره. ها؟ بيعملوا ايه؟ بيخرموا الجمجمه، يعملوا خرم في الجمجمه عشان الروح تطلع منها، اوكي؟ او يمسكوا شاكوش يقعدوا يضربوا بيه
على الجمجمه جامد قوي ويعملوا اصوات عاليه جدا حوالين المريض علشان المريض الارواح تنزعج فتخرج وتسيبه. ده كان طرق علاج قديمه. سلام. او يمسكوا البني ادم يحطوه في ميه متلجه جدا جدا فتره طويله علشان الارواح تمشي. هو كان في ارتباط شرط كبير ما بين لعبه الطب النفسي او العقلي ووجود ارواح جوه البني ادم. ليه؟ من اكبر الامراض النفسيه الموجوده اللي انا عملت منه مثلا حاجه زي لوكان دي بيرو وطويت، البطل بيعاني من وجود بارانويا، يعني افكار مشوهه عن الاخرين. يعني انت حطالي سم في القهوه، حطالي كاميرا عشان تراقبيني طول الوقت انا بعمل دي، افكار للاسف بتبقى من اعراض السكيزوفرينيا او المرض البارانويد العقلي او اللي هو فكره جنون الارتياب. انا حاسس ان انا مرتاب فيكي، دي من بعض الاعراض المرضيه اللي موجوده للمرض. فالانسان قديما كان بيظن انه الانسان ده سامع اصوات، يبقى في جن عايش جواه. اوكي، ان العلم لما تقدم اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا انه الصوت الداخلي بتاعك انت مثلا دلوقتي بتقولي عماله تقولي مثلا ايه، بابي بيقول كلام يعني انا زهقان انا عايز اقوم اقعد في الاوضه، مين قال كده مثلا يعني مثلاً. فانت لما بتقولي كده عقلك عارف كويس قوي ان ده صوتك الداخلي. في السكيزوفرينيا انت بتسمعي الصوت ده كانه جاي لك من بره، كان حد جنبك بيقول لك لما تخلصي قاعده مع بابي قومي اقعدي جوه، فانت اوتوماتيك بتبصي جنبك لانك متخيله ان في حد تاني بيتكلم. فلذلك قعدوا فتره كبيره جدا عشان يقدروا يتخلصوا كطب عقلي ونفسي من فكره وجود الارواح والاشباح والجنون اللي موجوده. ولازال ده مستخدم جدا جدا جوه كل قصص الرعب والافلام اللي احنا انا وانت بنتفرج عليها من غير ما نخوف اللي حوالينا، انا وانت بنسرقها بالليل كده، زي مثلا فيلم ذا نان مثلا، كونجورينج، وقايم على فكره وجود روح. ده بيستخدم الفورمولا القديمه للاسطوره القديمه للجنون ويعملها جوه فيلم، لان هو لو استخدم الفورمولا الجديده بتاعه انه ليس هناك جنون نابع من ارواح واشباح خيال، مش هناكل عيش. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watchit.com.